بعدها لحد دزوش دزو فيه يمشي
اسمع اخذ زعب لا ما تمضيش اضرب هطول هناك هاي بعد هاي من دايرن ورش من ورش من عطيه زوز طيح الزوز طيح الزوز ليه هو التوان بيتاقى
علي رمزي كتب عايز اقوله بتحبيني يا ولد Shut up!
قوي خلينا نسمع. شعبا طيبا امرأة على اعراق. اذا شكرا للتهريب.
شكرا لكم، شكرا لثقافتكم، شكرا لمستواكم، شكرا لاصواتكم. ايضا ننتظر الان هذه الحلقه من اداء دار النجوم، حلقه جميله جدا. I'm shining in the light.
المصايف ماهيش كلام وخطب، باش نحاول نعلمكم حويجه اللي نعلموها الاطفال نتاعنا. تم الالعاب وكان يتحدث المين المنشط وانه اللعبه تنمي الذكاء ولعبه اخرى تنمي الفطنه وكل لعبه وش هي الشيء اللي يتحقق. كذلك في الاناشيد وراح احكي لكم مين محمد كل أنشودة باش هي الغاية منها. قلنا نعلموا الوليدات نتاعنا ثلاثة حاجات أساسية: حب الوطن. مثلا أنشودة من مع بعضنا دار الجبل حيث نغني لتونس بصوت رحيم، مع بعضنا كل بشعب عظيم عسير، مع بعضنا كل نغني لتونس بصوت رحيم لشعب عظيم عزيز كريم. نغني لتونس نغني لتونس نغني لتونس بصوت رحيم. أقول بلادي بلاد الكرامة بلاد العز بلاد الشهامة. أقول بلادي بلاد الكرامة بلاد العز بلاد الشهامة. نغني لتونس نغني لتونس نغني لتونس بصوت رحيم. نغني لتونس بصوت رحيم. هذه مثلا غناء لتونس. حاجة أخرى زادة كيف كيف نحبوا الطفل هي محبة الوالدين. مثلا في المناسبة هذه باش نعطيكم مقطع صغير من أنشودة نتغنى بالأم. تقول الأنشودة هذه: أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد. مناسبة العام الجديد الطفل يتوجه إلى أمه. اقعد اقعد ارتاح. أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد، فخذي مني وهاتي فخذي مني وهاتي قبلة العيد السعيد. نعود مع بعضنا من بعد توجيه الأنشودة. أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد، فخذي مني وهاتي قبلة العيد السعيد. هاكي أماه زهورا هاكي يا أحلى نشيد، سهرتي عربون ود وحنان لا يبيد. هذه كلها أنشودة ماهيش طويلة، فيها ثلاثة مقاطع. هذوما أشقول إذا كان تعاوني شوية نحاولوا. أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد، أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد، فخذي مني وهاتي قبلة العيد السعيد قبلة العيد السعيد. أمي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد، أمي يا نور حياتي
لكم الكلمات. شفتوا اللحن سهل ياسر هذا ايش يقولوا المقام الحسين يا يمين هكذا ما هذا المقام هذا فيه طرب خاص فيه طرب خاص ولهذا نعود لكم الكلام برك والمنشوده سهله امي يا نور حياتي ترى مع بعض نايت امي يا نور حياتي طبتي بالعام الجديد عاود كل امي هاكي أماه زهورا هاكي يا أحلى نشيد سهرتي عرب ود وحنان لا يبيد أنا كلمتين خفاف نضاف يأديوا المعنى نتاعهم نحاولوا توا ننشدوها مع بعضنا إن شاء الله ننجحوا في آخر طيب بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين ثلاثة أمي يا نور حياتي تبدي بالعام الجديد أمي يا نور حياتي تبدي بالعام الجديد فخذي مني مهاتي قبلة العيد السعيد قبلة العيد السعيد فخذي مني مهاتي قبلة العيد السعيد قبلة العيد السعيد واش قلت ماذا بيا شكون بعدايا وقت يقولوا الله اكبر ثم بالاذان
واخلقوا لنا اسمعوني ليه. كلما نادى المنادي هاتفا له يقول الله اكبر الله اكبر. واضح؟ نقول لكم كلمات مش تفهموها وتستوعبوها. ايه مي عايشه كلمات زاد كيف كيف كما الانشوده الاولى ماهيش طويله، انشوده ثانيه زاد ماهيش طويله. كلما نادى المنادي هاتفا يعني المؤذن الله اكبر 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر. صليت 5 صلوات 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر. مش نعلم الصغيرات الصلاة في قيام وقعود ما أحيلاها صلاة. صيغة التصغير معنى محلاها نزيد نقول ما أحيلاها صلاة. في قيام وقعود ما أحيلاها صلاة وركوع والسجود نبتغي عفو الإله. هذه ما فيها حاجة كبيرة نعلمها للصغيرات وإن شاء الله ربي يثيبنا بهذا. ملامي أنت معايا في الأذان وانتم تسمعوني المرة الأولى والمرة الثانية تعاودوا كيما حفظتوا وتبارك الله عليكم الأنشودة نتاع الأم. أنا متأكد أن الأنشودة هذه زادة كيف كيف نجموا نحفظوها ونروحوا أني أديت الدور نتاعي ويخلصني مدير التربص معنا في الحصة هذه. كلما نادى المنادي هاتفا واحد اثنين كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. فرق العهد نعاود مع بعضنا واحد اثنين كلما نادى المنادي هاتفا عودوها كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر الله أكبر. 5 الطبقة متاعها هي ولات أقوى من الطبقة متاعي أنا ولهذا باش نتعب أنا ربما باش نولي نعيط كيفها. بارك الله هي صوتها قوي وصوتها جميل ولهذا يلزم تعدل هي الطبقة معنا احنا مش نجم نطار واحنا ما كانش معنا مش نبحه ونطرسين نغفر فوق نحاول عايش بنتي. 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر نجم أنا نرجع من جديد في قيام وقعود ما أحيلها صلاة في قيام وقعود ما أحيلها صلاة وركوع نعم التركيح عاودوا كنا مع بعض المره الاخيره. هاي مين العمليه الاذان نذنوا كلنا مع بعضنا باش نحافظوا على الطبقه. كلما نادى المنادي هاتفا الله اكبر 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر 5 مرات نصلي بخشوع ونكبر في قيام وقعود ما احيلاها صلاة وركوع وسجود نبتغي عفو الاله. طيب 1 2 3 كلما نادى المنادي هاتفا عود كلما خمس مرات نصلي بخشوع ونكبر
عفو الإله. أنا متأكد لو بعد مي محمد فلوس لو يزيد يعود منه عنده منه قدرة على الاستجابة. هذا يا حبيت نساهم معكم في هذه السهرة ونقولوا أنه إن شاء الله مبروكين على المنظمة وإن شاء الله المنظمة مبروك عليكم. بهجة النظر يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر تناثري يا بهجة النظر يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر يا ورغون الليل ويا جدارة السحر يا ورغون الليل ويا جدارة السحر يا رمز فكر حي ورسم روح يا رمز فكر حي ورسم روح يا ذكر مجد غابر قد عافك الشجر تناثري تنقي وانقي أشباح ما مضى وزودي أنظارك من طلعت الفضاء تنقي وانقي أشباح ما مضى وزودي أنظارك من طلعت الفضاء هيهات أن يعود من قضى هيهات أن يعود من قضى وبعد أن تفارق أدرى بعد سابق وبعد أن تفارق أدرى بعد سابق سيري بقلب خافق في موكب الفضاء تعالقي Thank you.
Thank you.
Thank you.
متأكد قوي بس نجم جديد يا برنس نجم جديد وهو لا ليلى لا لا تفضل فينا ده هذا الأسبوع تعبتوه وقلقتوه وقلقت طاقم المقومين ومسلم بالتهريبي نكمل بالتهريبي خاطر إخواني المقومين التهريبي غادروا لخاطر طولنا في السهرة طولنا ياسر في السهرة مش مشكلة أنا سألت معك صبحي كانت تسويق على السيدة إن شاء الله جماعة تكبيري أو تنصي تكون لفضنا أسامي بعضنا وفضنا أسامي المكونين وإن شاء الله تكونوا عرفتوا الميز بإسجار مش تهديدنا كان التكبير الميز صبحي باشا تصفيق مع ميز صبحي باشا مين جيباتي نمر لدورة المكونين وقدرناها نمر إلى الدورة التكوينية. سي حمادي بن بيان وكبار الأجانب. سي حمادي بن بيان إلا عمل في الكواليس وفي الخفاء وربما هو مكون قديم شفتوه بالمصلحة ساعات يفرح في الكور بس شفتها كبيرة أنا سي حمادي بن بيان. يعبر عن ما يخالف فيه مكون عرفناه بارع في الانفورماتيك وهي هو المين جام نقشوا نبيع خاصة وكانت تقول نقشوا نبيع هم الناس كلهم يتعاربوا هو المين وراد روسا عرفنا من خلال الشكيكلات شوية كولا هو مين؟ حسن الواعي مين؟ حسن الواعي حسن الواعي مزال في نفس الاختصاص ولكن في نفس الاختصاص البراعات أيضا ناصر محمد تونس في عينكم ايضا بريكولاج كل ما يهم بريكولاج بعد تحف هي كنت تحف بزاف شفناها هو المين محمود شوي تصبيحه من شوي قتل جسمه ثقيل